ايكويفالنت سيركت اوف اسينكرونس ماشين. انا شرحته المره الماضيه بس راح اعيده للتثبيت، اعيده للتثبيت بعدين بنروح على الفيزر دايجرام. نذكر حالنا مره ثانيه، في عندي بالسينكرونس ماشين في عندي الكتروماجنت او بيرمننت ماجنت. راح حلو البيرمننت ماجنت او الالكتريكال ماجنت راح ارسم شكله بهذا الشكل هيك. خلاص سكر الباب يا كريم. هون عندي طبعا هاي الماده هون هي فيرو ماجنتيك ماتيريال، الماده اللي موجوده هون اللي هي الفورمر اللي لفيت عليه الكور، وهون عم بمر عندي كرنت. هذا الكرنت هو راح يسبب الفيلد، راح يتكون عندي فيلد، راح يتكون ماجنتيك فلوكس دنسيتي، راح ارمز بالماجنتيك فلوكس دنسيتي اللي تكونت هون. خليني ارسم هيك خط بداخلها، هذه راح اسميها بي ار. بي يعني ايش الكوانتيتي هاي اللي عم بحكي عنها؟ بي رمز لايش؟ ماجنتيك فلوكس دنسيتي، ماجنتيك فلوكس دنسيتي. فهذا هلا لما يبدا يلف كانه هذا الماجنتيك فلوكس عماله بلف داخل الستيبل. فالايكوفالنت سيركت لهذه الدائره اللي موجوده هون في جزء من هاي الدكتنس، لان طبيعه اني لفيت سلك في له نفس السلك ريزيستنس وفي مقاومه خارجيه. ليش المقاومه الخارجيه متغيره؟ عشان اتحكم تمام، فتحكم عمالي بالفلكس اللي موجود، وهذا راح يغير اذا كانه جنريتر راح يغير اي اي اذا متذكرين اي اي. هلا الستيتر في السينكرونس ماشين اسمه ارمتشر. وين كنا نستعمل كلمة ارمتشر اذا متذكرين؟ في الدي سي. بس في الدي سي الارمتشر ايش؟ هي الروتر. هون الارمتشر هي ستيتر. فالستيتر عندي هون اسمه ارمتشر. طبعا لانه 3 فيز رح يكون في عندي 3 ستيترز او 3 سيركتس، 3 ايكوفالنت سيركتس. كل واحدة من هذول السيركتس راح احط هون اي اي. اي اي اللي هو الاندوست فولتج، هو راح يتكون فولتج اندوست. هذا ايش بيعتمد الاندوست فولتج؟ بيعتمد على الفلوكس وبيعتمد على ايش؟ على سرعة، إذا كانوا جنريتر بيعتمد على سرعة الدوران، وكل ما زادت سرعة الدوران كل ما زاد هذا الفلوكس اللي ناتج عن بي ار راح يزيد عندي اي ام، والجزء الثالث اللي هون اي ام من هذا الشكل. هلا عندي الستيتر في له الستيتر في له اندكتنس وفي له ريزيستنس، وفي اثر ثاني اسمه الارمتشر رياكتنس. الارمتشر رياكتنس راح ارمز بالرمز اكس هير، وعندي اكس اللي هي الاندكتنس تبعت الستيتر، وفي عندي ار اي هون. هذول راح اجمعهم الاثنين من بعض راح اسميهم سينكرونس اندكتنس، سينكرونس رياكتنس. هاي اسمها سينكرونس. سينكرونس رياكتنس. فكل واحد من هذول راح يكون فيه له جي اكس اس وار، وهذا راح يطلع عندي راح يكون في 5 تحبس، خلينا نسميه في 5 1 هون عندي. هلا لما رسمت الكرنت باتجاه لهذا الاتجاه كاني بقول انه هذا ايش؟ اذا الكرنت ماشي لهذا الاتجاه هل هذا جنريتر ولا موتور؟ جنريتر. وكان الفولتج بنعمل له جنريشن هون وبعدين بيمشي بهذا الاتجاه بروح ل للمستهلك، اذا كان في عندي هون مستهلك في لود، يعني هون بنرسمهم بالاخضر. كان هون في عندي زد لود، راح مر عندي كرت في هذا. اذا كان موتور، اذا كان موتور راح يمشي كرت بهذا المعكس. راح تقول لي هو اي سي مضبوط، هو اي سي مضبوط، فالاي سي اصلا بيعكس اتجاهه 180 درجه، بس النومينال دايركشن تبعه لما بعمل الحسابات لازم اعرف الدايركشن تبعه حتى لو اي سي مضبوط. بعدين عندي الجزء الثاني نفس اللي شرح يكون متماثل، هاي ثلاث دوائر متماثله، سينكرونس رياكتنس، ارمتشر ريزيستنس، وبعدين عندي هون فيز فولتج. الدائره الثالثه نفس الشيء عندي هون سينكرونس رياكتنس ريزيستنس ارمتشر ريزيستنس فيز فولتج. سميه اذا بدك بي 5 2 بي 5 3 هذول حسب ما موصولين ستار او دلتا، مش هذا 3 فيز يكون موصول ستار. اذا كان ستار ايش راح يكون مشبوك؟ هذا راح يكون مشبوك مع هذا، مشبوك مع هذا، راح يصير عندي 3 تيرمينالز. اذا كان مشبوك مع دلتا انا ما بعرف اذا كان محطات التوليد مشبوك اصلا، مشبوك دلتا ولا دائما مشبوك ستار، بس هذا حسب ايش بدي اشبك هذا صار 3 فيزز. هلا هذا نفسه بياثر على مين؟ هذا بولد مين؟ لما هون بحط اكسايتيشن كرنت حتى يتولد عندي فلوكس وبلف الروتر، وين بولد هذا؟ ايش اللي بياثر عليه بالجهه هاي؟ هذا مش راح يولد عندي اي ام،
هو راح يسبب الـ EM، هو راح يسبب الـ EM. مش هيك؟ مش الأثر اللي سببه هو هي هذا الـ induced voltage من وين إجا؟ إيش سببه؟ سببه flux وسببه سرعة دوران، اللي هو إيش اللي هو سميناه؟ لا مش أونزلو. لما يتولد عندي voltage induced voltage أوميجا. لا لا أوميجا السرعة. شو اللي بيولد voltage؟ كيف بتولد عندي voltage؟ نايمين يا شباب، انتوا نايمين هي على الفيديو طلعت نايمين. هذا الصوت سايق 120 ألف مرة فاراديز لو، فاراديز لو دي فاي على دي تي ماينس بتساوي اي انديوز. مظبوط. ايش اسمه هذا القانون؟ فاراديز لو. فاراديز لو بتولد عندي اي 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 من هون. شو اللي ولد فاراديز لو؟ دي فاي على دي تي. كيف بصير عندي دي فاي على دي تي؟ عندي دي فاي لو انه ضل الفاي ستيشنري ما بصير في عندي دي على دي تي. مظبوط. في فاي، بس شو عملت فيه بالجنريتر؟ لفيته. لما بديت الف شو تكون عندي؟ عندي فاي وعملت له دي على دي تي غيرته، فتكون عندي فولتج. وين صار الفولتج هذا؟ واحد اثنين ثلاثة. مظبوط. فكل ما زدت السرعة، إذا زدت السرعة أو إذا زدت الفلكس اللي موجود ايش رح يصير عندي؟ إي رح يتغير عندي إي. لذلك طبعا إذا السرعة ثابتة، إذا أنا بثبت السرعة، ليش لازم أثبت السرعة بالجنريتر؟ عشان الفريكونسي تكون ثابته، عشان الفريكونسي تضلها نفسها للمستهلك. اذا انا ثبت الفريكونسي ايش اللي بقدر اغيره؟ اذا فلكس، كيف بغير الفلكس؟ بغير الار. هذا بعتبرت انه هذا دي سي فولتج كونستنت. اذا غيرت ار غيرت الفيلد، اذا غيرت الفيلد بتغير عندي الاكسايتيشن، اذا تغير عندي الاكسايتيشن بتغير في ار، والسرعه ثابته، وكل ما زدت الاكسايتيشن بزيد عندي الجنريتد فولتج اللي هون. رح نشوف ليش مرات بدي اضطر اغير هذا الجنريتد فولتج عشان احافظ. مين اللي بدي احافظ عليه كونستنت؟ الفولتج اللي رايح للكاستمر. بدي احافظ على الفريكونسي تبعته، بدي احافظ على الفولتج تبعته. ليش هذا الفولتج ممكن يختلف عن هذا الفولتج؟ ليش هذول الفولتجز مش نفس بعض؟ لانه في هون عندي فولتج دروب رح يصير على هذول، رح يصير فولتج دروب على الاندكتر، رح يصير في فولتج دروب على الريزستر. هل ممكن يصير عندي فولتج دروب على الاندكتر؟ لا. انت ما يصيرش فولتج دروب عندي على الاندكتر لما يكون الكرنت ايش؟ دي سي. دي سي. لما يكون الكرنت اي سي هل بصير في عندي فولتج دروب على الاندكتر؟ لا. طبعا الكرنت لما يكون اي سي شو عمال بصير؟ مش عم بتغير طول الوقت؟ انا عندي فولتج دروب على الاندكتر. انت ما بصيرش في فولتج دروب على الاندكتر لما يكون الكرنت دي سي. لما يكون دي اي على دي تي زيرو، لما يكون دي اي على دي تي مش زيرو، مش بتكون عندي فولتج دروب على الاندكتر. مظبوط. اذا هون هذه صارت عندي الدائره او الايكوفلنت سيركت تبعت الجنريتر. خلينا نقول المعادله تبعتها لو طبقنا كي في ال على هاي اللوب شو بصير عندي؟ ليش بقول كي في ال من هاي اللوب؟ الفولتج هذا شو بيساوي؟ هذا الفولتج بلس ماينس زائد في 5. اذا عندي اي اي او اي اي 1 اذا بدك تسميها اي اي بتساوي في 5 زائد اي اي، خلينا نسميها اي اي او اي اي 1. خلينا ناخذ معادله عامه اي اي مضروبه في جي اكس اس، واكس اس شملت اشيين، شملت الرياكتنس تبع الكويلز وشملت ظاهره الارمشر رياكشن. عندي هون ار اي، هذه مرات بنسميها اي ستات، يعني الفولتج اللي متكون على الستيتر. اذا عندي اي اي بتساوي في 5 زائد اي اي ار اي زائد اي اي جي. هاي معادلة الجنريتر. ماشي واضح؟ إذا هاي الإيكوفلنت سيركت للجنريتر.